شوف حازم، انت بتعرفني منيح وما رح تنصدم. انا شاردة من نص الحديث وما سمعت شيء وما بعرف وين صرنا. صرنا بالمحل اللي بدك اياه. بتحبي نمشي؟ لا، بس حابة اسكت شوي. على اساس كنتي عم تحكي؟ شو بكي؟ شو بني؟ ما بني شيء. معك حق. يعني هيك كنتي انتي حابة تعدي لحالك انت جيت انا ولزقتك فرد لزق. انا عن جد اسف. بتعرف؟ عم بحس حالي عم بوقع من فوق جبل عالي. شي مثل اللي عم بيهول. كل شي فيني عم يتفكك. والمشكلة انه بلشت الوقعة. متى ما بلشت ما عاد فيك توقفها. بتضل عم تكروج. والمشكلة الأكبر اني ما عم بعرف فعلياً ايمتى بلشت. ولا عم بقدر اعرف مين اللي رح يكون عم بيستناني بسفل الجبل ويلم اللي فرط مني. ورد. وأسوأ شي اني بعرف حالي اني عم خبص. ولساتني رايحة لمكان بعرف اني رح انأذى فيه أكثر ورايحة. شو عم تخبصي؟ بأنك عم تنزلي تشوفي الناس؟ بأنك تطلقي حدا مالك حابة تكوني معه؟ بأنك عم تدوري على حالك؟ يا ريتني كون مثلك. هلا مو كل ما احكي شغلة بدك تعطيني جواب. اصلا هي مشكلة الناس عنا. بضلوا بدهم يعطوك حلول للأشياء اللي عم تعيشها. أنا بكل بساطة بس جاي على بالي احكي. مو حلول. أنا بس عم بسألك بشو عم بتخبصي؟ أحيانا هاد بيكون مجرد شعور، ما بضرورة يكون عم بيصير فعليا. أنا مثلاً هلأ شو عم بعمل معك هون؟ عم نحكي، عم نتجاذب أطراف الحديث، مو نحن رفقات. أنت بتعرف إنه أنا أساساً ما بآمن بشي اسمه رفقة، خاصة بين المرأة والرجال. بعرف، بعرف، بس يعني إذا أنت ما بتقتنعي فمو معناتها إنه هذا الشيء ما له موجود. حابب تكمل اللعبة حازم؟ حابب نلعب؟ ورد، ورد الله يخليك، أنا مالي قدك. العلاقات البشرية يا حزرك مبنية على شو؟ المصالح، مصاري، حب، عجزة، الملل. ومنبلش نلعب بس لنكسر الملل. مجرد لعبة مو أكتر. أنت هلأ شو عم تعمل هون؟ ليش مانك مع بسمة؟ اللي هي حامل هلأ وبحاجة إنك تكون جنبها. ليش ما أكون مع بحر أنا هلأ؟ اللي ممكن بأي لحظة يفيق بالليل ويسأل عني وما يلاقيني.